أكيد يعني حزب التجمع الوطني الديمقراطي في اجتماعات يعني ومشاورات مع القيادة والقاعدة انبثق عنه يعني قرار جماعي على أساس تدعيم ودعوة المواطن بالنسبة لنا مواطن الممثل كرئيس جمهورية السيد عبد المجيد تبون للترشح لعودة ثانية لتجسيد الاستمرارية لتجسيد برنامج الطموح اللي أعلناه لتجسيد الندية اللي قام بها رئيس الجمهورية مع دول العالم مع دول الطوق مع دول الساحل اللي خلات يعني الجزائر في مصف يعني دول الناطقة باسم الضعفاء باسم الدول المتحررة خاصة في مجلس الأمن وين الجزائر تقوم بدبلوماسيتها بعمل جبار. إذن رئيس الجمهورية سي عبد المجيد تبون اليوم احنا في دعوتنا له هي دعوة إلى تجسيد الاستمرارية ثم ضبط ما يمكن ضبطه في الخمس سنوات القابلة لأن من أمن غذائي أمن قومي أمن مائي والأمن الصحي هذه هي البرامج اللي أنا راهن عليها من خلال ترشح المواطن عبد المجيد تبون اللي دعاه الحزب في أكثر من مناسبة خاصة بعد قرار المجلس الوطني وين أعلننا دعمنا إلى الرئيس على أساس ثقافة وعلى أساس استمرارية وطلب استقرار هذه البلاد صار.